بروفيسور شكيب، بروفيسور عبد الله بدو ذكر لنا سياق الأعراض، ماذا عن العلاج؟ هل ربما يعني متحور دلتا لا يختلف عن سابقه فيما يتعلق ببروتوكول العلاج والبروتوكول الذي كان معروفا خلال العلاج كوفيد 19، هل سيكون هناك اختلاف أم أن يعني نفس بروتوكول العلاج سيبقى كما هو عليه الحال؟ لا، بالنسبة للمتحور دلتا وبالنسبة للمعلومات العلمية اللي عندنا لحد اليوم، ما كاينش هناك اختلاف بالنسبة للأدوية المستعملة عند الإنسان المصاب بالكوفيد دلتا. اللي نقدروا نقولوا اليوم هو أننا ولحسن الحظ كان واحد تقدم كبير بالنسبة للعلاج ديال الكوفيد، يعني فهمنا في هاد تقريبا عام ونص اشنا هو الكوفيد واشنا هما الادويه اللي خاصنا نديروها واشنا هو الوقت اللي خاصنا نديرو فيه الادويه واشنا هو النوع ديال المراقبه الطبيه. فاذا غادي يبقى السؤال ديالكم متعلق بالشخص المريض. اذا كل انسان مريض، دابا يعني انسان مثلا درو راسو بحال الرواح، ما كاينش الرواح دابا، اللي جاه الرواح دابا راه خصو يقول كورونا، فالصيف ما كاينش الرواح. فاذا هذا الانسان هذا الى مشى مثلا دار تحليله ولقى راسو مجيب ومشى عند الطبيب، فغادي يكون في اغلب الاوقات غيدير واحد المرض اللي خفيف. ولكن الانسان ولا سيما اذا كان عنده امراض مزمنه ولا كان متقدم في السن او لا كان عنده مسائل اخرى جينيه يعني كتقدر تؤدي به الى الانعاش وما مشاش عند الطبيب، فغادي يوصل واحد المرحله اللي غادي يمشي فيها متاخر عند الطبيب. وهذا هو ما نخاف منه، هو هذا، لانك باقي دوك كيجيو عندنا الناس يعني الاكسجين عندهم مثلا درجه الاكسجين، راه كيعرفوا دابا المغاربه شنو هي لا ساتوراسيون الاكسجين في الدم، يعني شحال ديال الاكسجين، كيجيونا راه 85 86. ما يمكنش الانسان يعيش 85 86، راه دار الضرر ديجا في الذات ديالو. يعني من كيكون الاكسجين نقص قل من 95% هذيك الساعه خاصو يمشي عند طبيب، وخاصو يدخل، ماشي غير يمشي عند الطبيب، خاصو يدخل لواحد المكان اللي غادي ياخذ فيه الاكسجين. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، الانسان اللي دار التشخيص، يعني ماشي غير مشى للفارماسي صيدليه وخد الدواء ومشى للدار ديالو جلس مشى كيخدم، لا، دار التشخيص الطبي وعرف راسو بانه فيه الكوفيد، خاصو العزل الطبي، خاصو يتعزل بوحدو في الدار ديالو او لا في مكان اخر اذا ما كانش عنده الاستطاعه، اما في المستشفى او في مصحه، باش ما يعاديش ناس اخرين. فاذا كاين جوج العوامل اللي مهمه بالنسبه للعلاج. اولا هو العلاج، دابا عندنا كنفهموا فيه اكثر لان كاين تقدم علمي كبير. فإذا الناس كيموتوا أقل، وهذا هو اللي كيفسر هذا العامل الثاني اللي ما هضرناش عليه قبيله بالنسبة لعدد ديال الحالات اللي ما بقاوش كيموتوا. فهمنا أش من وقت كيكون التهاب، أش من وقت كيكون انسداد ديال العروق، أش من وقت كيكون واش من دواء خصنا نديروا ليه. وثانيا المحافظة على الناس الآخرين، يعني العزل الطبي باش ما يعاديش ناس آخرين.